وينه؟ حكون هم. أنا عندي هون ثلاث ورق اتخبى بخزينتي. سلابينج وحدة مكتوب عليها دارينج، وحدة مكتوب عليها ايتينج. إذا إيش عم تقرب؟ صح أخذت ألف. إذا كان بطيء حكون هم. أوكي، ها اتخبى بخزينتي من دون ما هي تسمعها ولا تقشعها ولا شيء. حكون حاطط هيدا الكاميرا ما تشوفها، وحايط لها ميلا تعرفي شو انا بطي تشوفها مش حنيه بطي ما بتلاقيني اخش ينقذ بخصيني. يلا خلينا نبلش. اوكي هيدا ونس هلا هيدا وينك؟ اوكي هذا كان برانك، وهي هي الهيدن كاميرا. كنا ما عم برانك فيك انه تخبى بالخزانة بعيط لي بس تجي تنقذيك. سو هذا هو البرانك جايز. عند القصة الثانية الفيديو. سو جايز عندي 50 دولار، عندي 100,000، وعندي بابت. اذا جرأت هذا الوقت واجت على البابت بكون باخذ البابت، إذا اجت على 100,000 100,000، وإذا اجت على السيارة باخذ السيارة. خليني أبلش جايز. أوكي جايز اجت على 100,000، صح أخذ 100,000 وهودا إليه. وبليز اعملوا لايك للفيديو. خلينا ننتقل للبارت الأخير من هذا الفيديو. هلا أنا عندي هون ثلاث ورق، وحدة مكتوب عليها سلابينج، وحدة مكتوب عليها دارينج، وحدة مكتوب عليها ايتينج. مثلا اذا طلع لي ايتينج لازم اكل شيء، وما لازم تقلي شو هو الشيء لازم اكله، اكيد شيء بشع منه طيب. سلابينج يعني لازم ما تضربني كاف، ودارينج لازم تعطيني دير. سو جايز هودا هن ثلاث ورق، وهلا حكون حاططهم كباية وحعمل حختار وحدة من بيناتهم. سو جايز ها عندي هالكباية وهلا حخلطهم، حاسحب ها. مكتوب علي سلاب، سو ما لازم تطلبني كاف بس يكون قوي قلبي. اوكي اخ اوكي شو وزعتنا مش كتير. سو جايز هيدا هو الدار. As if you enjoy this video, don't forget to press the like button and subscribe to my channel, and see you in the next week. Goodbye.